كل بقى الرجالة اللي ما بيثقوش في زوجاتهم ان هم يخليهم يسوق عربياتهم لانهم خايفين. خدوني قدوة، انا مخلي مراتي تسوق بيتنا بحاله. I feel good. How is your experience until now? Only two shock moments. اهلا وسهلا. دي دومينيك مراتي، ده ابننا يونس، وده انا محمد العفيفي، واللي ورانا ده هو بيتنا المتنقل كراكون. من كام شهر ابتدينا حياتنا الجديده في كراكون، وهدفنا اننا نلف بيه العالم، والرحله دي هناخدكم معانا فيها بكل تفاصيلها. فما تنسوش تشتركوا في القناه وتدونا لايك على الفيديو، وخلينا نبدا. بعد ما جينا هنا امبارح على الشاطئ الرهيب ده، قررنا ان احنا نصحى الصبح ونفطر على الشط على طول. جبنا بقى الفاكهه بتاعتنا والعيش بتاعنا، وجبنا حمص وزبده، يعني فطار خمس نجوم. احنا بقى من الحاجات اللي لاحظناها من ساعه ما دخلنا البرتغال ان عندهم العيش ده. العيش ده اول مره شفناه كان منتشر جدا جدا في موزمبيق. اللي ما يعرفش ان موزمبيق كانت محتله من البرتغال. عمري ما كنت اتخيل ان الاحتلال حتى لو كانت فترته قصيره جدا ممكن ياثر في اهل البلد بالشكل ده. جينا لقيناه هنا في البرتغال، وشكله مشهور جدا هنا كمان. بصراحة يعني بداية يوم رهيبة جدا. فطرنا، يونس راح لعب مع اطفال مجاورة لينا. للناس اللي مفكرة ان يونس ما بيختلطش بحد تماما، يعني مش عارف جات لكم الفكرة دي منين، والوحده كده من غير ما حد ياخده يوديه، يعني هو عارف سكته. الحمد لله يعني يونس سوشيالايزر من الدرجة الاولى، مصري مصري يعني. واللي يقول لي عفيفي لابس ليه بلوفر وانت يعني على الشط الجميل ده مع الشمس العالية ديت، ولك الدنيا برد جدا. الريح جاي من اتجاه المحيط وجايب هوا مش عايز اقول لكم، طالع من الثلاجه فريش. احنا بقى دلوقتي في طريقنا من مدينه لشبونه لمدينه بورتو. خدنا بقى المكان ده بحيث ان هو يكون ستوب كده بسيط حلو لينا، خاصه ان المكان اللي موجودين فيه هو مكان مخصص للكرفانات، موجود على طول على البحر، فديت ميزه ممتازه جدا صعب تلاقيها في البرتغال في الوقت الحالي. بس طبقا للخطط بتاعتنا ان المنطقه الشماليه اصلا اسهل بكتير جدا في التعامل مع الكرفانات من المنطقه الجنوبيه، لان المنطقه الجنوبيه خاصه في الصيف بتبقى مليانه بالناس زي ما انا وريتكم كده، والجرف دلوقتي فل الفل يا معلم. ده بقى المكان المخصص للكرفانات، والناحيه الثانيه ديت ممنوع دخول الكرفانات. شايفين الارتفاع لما يبقى اقل من 200.5 يبقى الكرفان استحاله يخش جوه، فبيخش بس الفانز الصغيره جدا تقدر تخش والعربيات الملاكي. بس هنا المكان جميل يعني برضو مش بطال، يعني قضينا ليله هاديه جدا. واحلى حاجه فيهم ان هم عاملين الارض هنا ليفلت، يعني مستويه، تقدر تحط كرفانك من غير حتى ما تحتاج ان انت تحط اي حاجه تانية، يعني على طول تقف كده ليفلت على طول. جه الوقت بقى اللي هنطلع فيه من المكان ده، وعشان النهارده يوم مميز قررت ان انا انضف المنطقه دي كلها، عشان النهارده مش انا اللي هسوق، مش انا اللي هسوق. تندرا هقدم لكم قائد رحلة النهاردة، الطيار دومينيك غيكا. Let's see, we are hoping for a pleasant flight. Are you ready to drive a 3.1 ton car? Of course, of course. دومينيك طبعا سائد كراكون قبل كده، بس ديت من فترة طويلة تعتبر بالنسبة لها أول مرة. فهنطلع دلوقتي على الطريق ونشوف دومينيك في الفورمة ولا لا. حاول ان انا امسك اعصابي، وانا اصلا بثق فيها دايما في سوايتها، هي بس اللي بتتوتر مش انا اللي بتوتر. Where are we going? To Rio Tinto, the city next to Porto, which has a free caravan parking. We are ready! Let's go! Do you think there's a chance that I can hit those wooden poles here? Just go straight, right? Your car is always following you. العربية ديت بالظبط اخو كراكون، حمام، منطقة جلوس، سرير فوق، نفس القصة وكمان نفس شركة الانتاج. Yeah, perfect. Up, down. No, perfect.
الباركنج اللي كنا واقفين بقى ده مليان كراكونات. يعني من ساعة ما دخلنا البرتغال وكل ما بنطلع شمال اكتر كل ما بنشوف كراكون نفس الموديل بتاعه، يعني اخواته في نفس السن ونفس الشركة ونفس كل حاجة. ده دايما بيحسسنا كده ان احنا في وطننا، برغم ان كراكون صناعة ايطالي. مش عارفين بقى لما نروح ايطاليا هيبقى ايه الوضع. Such a cool feeling to drive. I'm a bit jealous that you are driving always actually. I thought I'm enjoying, you know, to relax and to just enjoy the road, but to drive is fun as well. We'll see. This is what I'm saying after one minute of driving. Let's see. دومينيك بقى بتحب تسوق وكل حاجة، بس بتيجي في المدن تشد عصابها بقى جامد لأن كراكون حجمه كبير. بس شوية شوية بقى كده نخليها تعدي المرحلة ديت عشان تسوق ويبقى بها جامد كده، وتسوق هي دايما وانا نام لان وحشني النوم في المواصلات. كل بقى الرجالة اللي ما بيثقوش في زوجاتهم ان هم يخليهم يسوق عربياتهم لانهم خايفين، خدوني قدوة، انا مخلي مراتي تسوق بيتنا بحال. يونس بقى اول ما طلعنا على الطريق نام على طول. الطريق بتاعنا هياخد له حوالي 3 ساعات. ما اعتقدش ان دومينيك هتسوق كل 3 ساعات، هاخد منها اكيد على حوالي ساعة ونص او حاجة زي كده، او ممكن لما يونس يصحى، لان يونس بيحب يقعد مع دومينيك لما بيصحى بتقعد تقرا له كتاب او حاجه زي كده، بحيث ان هو ما يحسش بالوحده وتقعد تسليه في الطريق شويه كده. كده دومينيك ما بتحبش المدن، فساعتين على دومينيك النهارده كفايه جدا. لازم اقول ان شمال البرتغال احلى بكتير جدا من جنوبها، من ناحيه الطبيعه، من ناحيه كل حاجه. الجرف وجنوب البرتغال حلو شويه في حته ان هو التكونات الصخريه اللي موجوده على الشاطئ والمحيط والكلام ده كله، والجو دافى فيه شويه عن هنا، فالناس كلها بتهرب من هنا وبتنزل تحت عشان يبقى عندها جو كويس يصيفوا، يعني لان هنا شكل الجو زي وزي شمال اوروبا. بس هنا طبيعه حلوه في كل مكان، مش بس على البحر. تاني حاجة القرى هنا كتير جدا، يعني احنا واحنا ماشيين من جنوب البرتغال لغاية مدينة لشبونة غالبا ما شفناش قرى. هنا بتعدي على القرى كتير، بتحس كده ان في حياة في القرى نوعا ما. لسه برضو تحس ان الناس قليلة، عدد البرتغاليين قليل جدا، هم اصلا في طبعهم هاديين، فما تحسش كده ان في زحمة في الشوارع. في حياة وفي بيوت جميلة وقرى وحقول العنب موجودة في كل مكان، والطبيعة والجبال والهضاب، كل ده مدي روح للشمال بالنسبة لي اكتر بكتير جدا، وخلينا نحب البرتغال بعد فترة عصيبة صراحة مع بدايتنا فيها. لان انا كنت في وقت من الاوقات بفكر اضرب يمين من لشبونة واطلع على اسبانيا من غير ما اكمل، بس كويس ان احنا كملنا لان بصراحة متعة. خلصنا حوالي دلوقتي نص الطريق، بقى لنا عبال ما نوصل ساعة 45 دقيقة، ودومينيك ما شاء الله عليها لغاية دلوقتي مستقرة على الطريق بشكل جامد. How is your experience until now? Only two shock moments. مرة كنا على الطريق وداخلين على طريق سريع وكان في وراها تريلا حب يغلس عليها، علشان طبعا لقى واحدة ست شافها، فالرجالة بيحبوا يشوفوا نفسهم. وتاني حاجة كلنا لنا مطب جميل كده. I find it quite easy to drive in Portugal until now. Like the villages are small and calm, the roads are empty. This is how I like driving. بالنسبة بقى ان احنا في الفيديو اللي فات اتكلمنا على اسعار وقلنا ان اسعار البرتغال رخيصة نوعا ما، احب اقول لكم ان اسعار البترول هنا في البرتغال اغلى بكتير جدا مثلا من اسبانيا. احنا كنا بنفول باسبانيا بيورو واحد بس ديزل، لما جينا هنا بيورو ونص، وديت زيادة كبيرة جدا. يعني القليل جدا بيبقى يورو 40، قليل خالص خالص، وقليل جدا لما تشوفها بيبقى يورو 30. فالبرتغال رخيصة في حاجات وغالية في حاجات تانية. بس احنا طول ما احنا على الطريق ملاحظين ان احنا كل ما نطلع شمال اكتر كل ما اسعار البترول بتقل شوية اكتر. يعني كل ما نمشي لنا كام كيلو باتجاه الشمال حس انها بتقل كام سنت على كام سنت كده، مش عارف ايه السبب، بس كويس بالنسبة لينا. احنا من ساعة ما دخلنا فقلنا مرة واحدة بس تفويلة كبيرة، وقبل ما ندخل على الحدود لاننا كنا عارفين ان اسعار البترول هتبقى غالية هنا فولنا. الحمد لله وصلنا بسلام لواحدة من المناطق المجاورة لمدينة بورتو، واحدة من اجمل المدن هنا في البرتغال، واحدة من اجمل مدن اوروبا كمان. باذن الله ناخدكم فيها لفة بكرة ونروح نشوف الاجواء بتاعتها عاملة ازاي. المفروض ان هي هتكون اجمل كمان من لشبونة بكتير، ومتحمس لها. وما كانش ينفع نيجي البرتغال بصراحة من غير ما نزورها، عشان كده احنا هنا النهاردة. ولان بقى دومينيك ام شاطرة عملت لنا اكل صحي، يعني باسمنا اكلنا حاجة في اليوم، خاصة كمان عشان يونس كل فطار
وقبل ما نطلع، ودلوقتي لازم له وجبه، واحنا كمان على الاقل ناخد لنا وجبه مع الفطار بحيث ان يومنا يكمل. تحس كده ان هو طبق اسيوي، شويه رز ابيض لان يونس الفتره الاخيره بيحب ياكل رز جدا، معاهم بقى كده شويه صلصه معمولين مع حمص وتوفو وشويه خضروات، يعني حاجه كده تدينا طاقه عشان نقدر نكمل. محمد would be honest, he doesn't like this food that much. Right? I didn't eat even. But you don't like anything with tomato sauce and veggies. What do I like? Crunchy things. Things fried in oil. احنا كمصريين وعرب بنحب الحاجة المقلية في الزيت. فدي مش مشكلتي يعني، كبرت كده وعشت كده. بصراحة الأكل بالنسبة لي شكله لذيذ وطعمه صحي يبقى شكرا. خاصة إن أنا النهاردة أكلت شوكولاتة بس. بس. اهلا بكم بقى في مدينه بورتو. اهلا وسهلا. مدينه بورتو مدينه مشهوره جدا في البرتغال، واحده من اهم المدن، واعتقد ان هي ثاني اكبر مدينه، والمدينه ديت بالذات لها قصه خاصه جدا، خاصه لكل عشاق فيلم هاري بوتر. احداث الفيلم وكل حاجه شفتها في الفيلم مستوحاه من المدينه ديت، لدرجه ان ازاي اللي كان بيلبسه حتى هاري بوتر في الفيلم في المدرسه هو نفس ازاي اللي بيلبسوه هنا في الجامعات، وديت حاجه يعني قديمه من قديم الازل، لان الكاتبه كانت عايشه هنا وشغاله في واحده من الجامعات اللي موجوده هنا في بورتو، واستوحت بقى القصه ديت من شوارع المدينه الجميله دي. اكيد بقى لما تشوف محل زي ده وانت ماشي في الشارع تحس كده انه يعني بيبيع حلويات الكريسماس، بيبيع شوكولاتات من نوع مميز جدا، بس هنا في البرتغال محل زي ده بيبيع سردين لان البرتغاليين بيعشقوا حاجه اسمها سردين. المحل ده بغض النظر بقى انه مميز بالديكورات الرهيبه بتاعته، بس تاني حاجه مميز بيها ان هم بيعملوا سردين في صفايح على كل سنه، بحيث ان انت لما تعدي من هنا تشتري علبه السردين اللي في نفس سنه ميلادك وتلاقي عليها واحده من الحقائق. والفاكس بتاعتي مثلا ان ايدن شيرن كان مولود في السنه اللي انا ولدت فيها ونهايه واحده من اكبر حروب اوروبا. 2019, the year Yunus was born, is the 500 year anniversary of the first Earth circumnavigation. بس شوفوا بقى العبقرية في الترويج للسياحة واستغلال الحاجات اللي مشهورة بيها البلد في ان انت تعمل حاجة تخلي السياح عايزين يخشوا هنا مش مجرد بس يشتروا، لا يصوروا مع المكان كمان. السردين بقى عشق للبرتغاليين لدرجة ان هم عملوا اوفر فيشنج في المحيط، والحكومة لما لقت بقى ان سمك السردين بيقل جدا في المحيط قرروا ان هم يعملوا 3 شهور في السنة ممنوع فيهم الصيد تماما، وبقية السنة تقدروا تصيدوا عشان تقدروا تاكلوا سردين بعد كده، وده كان مفيد جدا للطبيعة هنا، بدأ يزيد الانتاج مرة تانية، فعلا حقق نتائج كبيرة. احساس عجيب جدا لما تمشي في واحده من المدن اللي فيها حضاره قديمه وممزوجه مع العماره بتاعت وقتنا ده، تكتشف قد ايه ان العماره القديمه ليها طعم خاص وكده وجمال في التفاصيل، والناس كانت بتدي وقت للبيوت اللي بيسكنوا فيها عشان يعني بتعكس كده الجمال اللي جواها. انما دلوقتي لما تمشي في نفس المدينه في الجزء الحديث منها تحس بملل رهيب جدا، وتحس كده ان انت عايز اليوم يخلص باسرع وقت. Why I feel Porto is very photogenic? Because the houses look very unique. Like every house has its own beauty with those different tiles and balconies. And we came as well in the golden hour, so everything is shining in a beautiful light. Just looks very colorful for the eye. فعلا بورتو في الغروب ما تتوصفش بكلام. كل اللي انت شفتوه ده اتصور في اقل من ساعه ونص ساعتين بكتير جدا قبل الغروب، والمدينه يعني بتشع كده بالجمال من كل الاركان اللي فيها، حلاوتها صغيره تعرف تلفها بسهوله جدا ومليانه بالتفاصيل، مليانه. زي ما انتم شايفين بقى مش احنا لوحدنا اللي عندنا فكره ان احنا نيجي على النهر وقت الغروب، المكان هنا على مليان على اخره، والمحلات والمطاعم هنا فل. الواحد مبسوط بصراحة ان يشوف كمية الناس ديت موجودة في الشوارع من تاني، وبرغم ان البرتغال بتواجه موجة جديدة من موجات كورونا، لان زي ما انتم شايفين كده الشوارع مليانة على اخرها والناس عايشة حياتها، بس لازم ماسكات، والناس اللي بتقعد على المطاعم ديت في الويك اند بالذات لازم يعملوا تيست كورونا.
صباح الخير. النهارده بقى اخر يوم لينا في بورتو، وباذن الله بورتو كانت اخر محطه لينا في البرتغال، وهنطلع على الطريق باتجاه الدوله الجديده اللي هتعرفوها ان شاء الله في الفيديو اللي جاي. ما تنسوش تسيبوا لنا لايك وكومنت وتشتركوا في القناه لو لسه ما اشتركتوش. هشوفكم على الطريق من جديد. سلام.